السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم في درس جديد حول موضوع لي فورم دو فراز. بعد ما شفنا لي تيب دو فراز، اليوم غادي نشوفو لي فورم دو فراز. Il existe quatre formes de phrases. Les huma, la forme positive ou la forme négative. هاد لا فورم بوزيتيف كنسميوها ايضا لا فورم افيرماتيف. تقدو تلقاو هاد الاسم بوزيتيف او لا افيرماتيف، هما نفس الاسم. لا فورم اكتيف و لا فورم باسيف، لا فورم نوتر و لا فورم انفاتيك، لا فورم بيرسونيل و لا فورم امبيرسونيل. للاشاره كنقولو فورم بوزيتيف ولا نقولو la phrase positive, forme négative ou phrase négative. وهكذا كلهم، إما أن نقول form أو phrase. Neutre, emphatique, personnel, impersonnel. هنا في بعض الحالات، في بعض المراجع كتلقاو كيقولوا لي فورم دي فراز كاين غير هاد الأربعة هادو. علاش؟ لان لا فراز في الاصل ديالها كتكون كتاخذ هاد اربعه د الحالات، هاد اربعه د لي فورم. صديق لا فراز كتكون بوزيتيف اكتيف نوتر اي بيرسونيل او ميم طون، ولكن ملي كتوقع ليها واحد لا ترانسفورماسيون كطيح في وحده من هاد الاربعه هادو. لذلك الاصل في لا فراز انها تكون بهذا الشكل هذا، وحده في هاد الاربعه، ولكن تخضع لواحد لا ترانسفورماسيون، واحد التحول، وكطيح في وحده من هاد الاربعه. اللي خصنا نعرفوه هو انه لا فراز الا تحولت من بوزيتيف لنيجاتيف، ممكن تاخذ نيجاتيف وتكون اكتيف نوتر بيرسونيل، ممكن تكون نيجاتيف باسيف نوتر. المهم ان شاك فراز عندها كتاخذ هاد الاربعه د لي فورم. تاخذ اون فورم من 1، اون فورم من 2، اون فورم من 3، و اون فورم من 4. يعني خص شاك فراز يلقاها الانسان غادي يقلب كيل فورم هي، واش بوزيتيف اكتيف نوتر هاد بيرسونيل، او لا تاخذ وحده من هاد الاربعه وشي وحده من وشي ثلاثه من هادو. على اي واحد خاصها تاخذ اربعه من هاد الاشكال هادو. اذا الملاحظه هو ان الاصل في لي فراز لا باز اي دو فورم بوزيتيف، كنا بوزيتيف هي افيرماتيف، اكتيف نوتر اي بيرسونيل، هادي هي لا فراز الاصليه. وقلنا ان الافراز الاصليه كنقدروا نجريو عليها واحد التحول او واحد التعديل، وفي هذه الحاله هذه كتصبح اون فراز ترانسفورمي، اون فراز ترانسفورمي سيتادير ان هذه ما بقاتش بوزيتيف حولناها مثلا الى نيجاتيف، او لما بقاتش اكتيف وحولناها الباسيف، او لما بقاتش نوتر حولناها الانفاتيك، او لما بقاتش بيرسونيل حولنا وحده منهم، تعديل واحد او جوج من هذا او ثلاثة، او ممكن تحول التحولات اللي بغينا. نشوفو لا فراز بوزيتيف و لا فراز نيجاتيف. مثال في لا فراز بوزيتيف، نادا بوز سوفون دي كاستيون. في لا ترانسفورماسيون اللي غادي نترانسفورميوها غادي نحولوها لا فراز نيجاتيف، كندخلوا عليها اون مارك دو نيغاسيون اللي هي نو با ولا نو جامي ولا نو بلو، اون مارك دو نيغاسيون كتصبح نادا نو بوز با سوفون دي كاستيون. اذن هادي لا فورم نيجاتيف، هادي لا فورم بوزيتيف. نزيدو مثال ثاني، كيلكان اي دور، نديرو لها لا نيغاسيون، personne n'est dehors. Il a dit une forme négative.
ثانيا لا فورم اكتيف وباسيف. الاصل ديال لا فراز انها تكون اكتيف. مثال: طون فيس ا انفوي سي فلور. نجريو عليها تعديل نرجعوها باسيف، يعني ان هاد سي فلور ترجع هي لو سوجي، سميوها سوجي. سي فلور اونت ايت انفوي بار طون فيس. هاد الورود تم بعثوها من طرف ابنك، من طرف. دوزيام اكزومبل: اون انونس سون فواياج لاندي. نرجعوها بفورم باسيف: سون فواياج سورا انونسي لاندي. إذن هادي اون فورم، كنعرفو هاد لا فورم هادي كتلقى فيها ديما لو فيرب اتر هنا، وكيكون البارتيسيب باسي ديال لو فيرب كونجوغي اللي هو هاد لو فيرب هذا اللي كيكون هنا. هنا اون ات اون تي تي سي لو فيرب اتر، وهاد انفوي هو اللي جبناه من هنا. فيرب انفوي هنا الى كونجوغي او باسي كومبوزي. هنا لو فيرب ا اتر غادي يولي كونجوغي او باسي كومبوزي، ونزيدو عليه البارتيسيب باسي ديال هاد لو فيرب. غادي نديرو في هاد لي فراز كلهم، ندير فيهم هاد لي فورم كلهم، غندير فيهم دي فيديو شاك فورم، غنديرو لها تفاصيل. فورم نوتر و فورم انفاتيك. لا فراز نوتر: جو كوني طون فخير دوبوي لونتون. نرجعوها انفاتيك. انفاتيك يعني اننا غادي نعطيو اهميه لواحد الجزء من هاد لافراز هادي، كنعطيو أهمية. الطريقة الأولى باش كنعطيو أهمية كنعزلوه ونديرو فيركول ونعاودو الضمير اللي كيعوضو سون فخير جو لو كوني دوبوي لونتون. هادي طريقة. نقدو نديرو سي سون فخير كو جو كوني دوبوي لونتون. مثال ثاني: منال ا مونجي لا بوم. هادي غادي نحولوها بهاد الطريقة، سي منال كي ا مونجي لا بوم. هادي هاد لي فراز هادو لي خضعو لهاد لي ترانسفورماسيون يتسماو انفاتيك. فورم بيرسونيل و فورم امبيرسونيل. المثال: ان فينومين انيكسبليكابل سي برودوي. Il s'est produit un phénomène inexplicable. Et là, la semaine personnelle, le sujet dit le verbe, c'est un objet, c'est une chose ou c'est une personne. Le sujet qui a une ma'rouf muhaddad personnel, il est personnalisé. Et là, il, où est le sujet? Voilà qu'il a il. ما نقدروش نعوضوها بشي شخص معين او شيء محدد، ما يمكنش. il ne remplace personne، ne remplace aucune chose. هادشي علاش سميناها impersonnel، ne remplace aucune personne ni on peut pas la personnaliser. هادشي علاش سميناها une phrase impersonnelle. il ne remplace rien. il s'est produit un phénomène inexplicable. وبحال هادي كاين لي فراز il pleut، il neige، il fait froid. كلهم هذوك لي فيرب اللي فيهم il وتابعها لو فيرب، ولكن هذاك il ما نقدوش نعوضوه ب اون بيرسون ولا اون شوز ولا ان نو ديتيرميني. اتونسيون، لي فورم دو فراز مخالفه لي تيب دو فراز. حنا شفنا في واحد الدرس، درت واحد لا فيديو على لي تيب دو فراز ديجا، فاللي ما شافوش يرجع ليه. لي فورم دو فراز حنا هما هادو اللي شفنا، هاد الربعه نذكر بهم. ها لي فورم دو فراز: وهنا للتذكير لي تيب دو فراز. للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع يرجع الرجوع الى الفيديو الخاص بلي تيب دو فراز. إلى هنا أكون قد أنهيت هذا الدرس،
وكما قلت كل فورم دو فراز غادي ندير فيها اون فيديو. لا تنسوا الاشتراك اذا كانت هذه هي زيارتكم الاولى للقناه. لايك بارطاجي ايمي ميرسي سيليا ان كومونتير ميتي لو سي فوز افي اون كاستيون سي ميتي لو دون لي كومونتير. على بروشين. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم والى فيديو قادم بحول الله.